ويقول أخ كم كان عمر النووي حين مات ومن أين هو؟ وهل صحيح أنه لم يتزوج؟ لو تذكر لنا شيئا من حياته. حياة النووي طويلة، هو من دمشق، ولد بقرية نوى من أعمال دمشق، وانتقل به أبوه إلى دمشق، أو انتقل هو إلى دمشق، وحين مات في هذا العمر نحو 45 سنة حين توفي، وهو لم يتزوج، مات أعزب. وأما حياته فهي شيء عجب في اجتهاده في العلم، في ورعه وفي زهده رحمه الله. كم حفظ من الكتب، وكم راجع، وكم درس. كان في بداية طلب العلم يدرس في اليوم 12 درسا، ويصححها كلها، ويراجع ما فيها ويضبطها. كان ورعا شديد الورع، كان لا يأكل من الطعام الذي في دمشق، يقول كثير منه هي أوقاف استولى عليها بعض الأمراء أو الملوك، وكان لا يأكل إلا مما يأتي به أبوه من القرية. كان في ترجمة أنه قليل النوم، وربما بقي السنوات ينام قاعدا لا يضطجع. وحياته زاخرة بالعلم رحمه الله. وإلا في هذا العمر توفي وهو صغير في السن، ليس بكبير، وألف شرح مسلم، ألف المجموع، شرح المهذب، ألف رياض الصالحين، ألف الأذكار، ألف كتاب الذي هو في الأسماء واللغات، وألف كتبا كثير، له كتب في العقائد. والنووي رحمه الله اشتهر بحسن التأليف والترتيب، كتبه مهذبة مرتبة، حسنة التأليف والتنسيق. ألف بعض الكتب ككتابه التبيان في آداب حملة القرآن، أظن في شهر كتبه في خلال شهر، وجمع فيه من العلوم.